چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانید کنت نورن فی الاسلاب شامخه و لرحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها. خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي تلتقي إخواني برسول الله بالجد الرابع، والنبي يلتقي مع خديجة بالجد الخامس. هذا من ناحية الأب. ومن أمها السيدة فاطمة أم السيدة خديجة تلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله بالجد الثامن، إذن هي قريبة من الأسرة الهاشمية. زوج خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله أبوها خويلد بن أسد، فخطب في المجلس أبو طالب رضوان الله عليه فقال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل، ومن ذرية الصفي إسماعيل، وصأصأ معدن، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، وسواس حرمه، وجعل مسكننا بيتا محجوجا، وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال مقلا فإن المال ورق حائل وظل زائل، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع، وله رغبة في خديجة ولها فيه رغبة، فزوجوه والصداق ما سألتموه من مالي عاجله وآجله. فقال خويلد: زوجناه ورضينا به. وروي أن بعض قريش قالوا على أثر الزواج المبارك بعد أن ضمنت خديجة مهرها من مالها قالوا: يا عجبا، أيمهر النساء الرجال؟ فغضب أبو طالب وقال: إن كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان، وإن كانوا أمثالكم لم تزوجوا إلا بالمهر الغالي. أن عمر السيدة خديجة كان نفس عمر النبي صلى الله عليه وآله، كانا متساويين في العمر، هو ابن 25 والسيدة خديجة عليها السلام بنت 25. هذا نعتمد في استنتاجه على منهج الجمع بين المعلومات. المعلومة الأولى: البيهقي في دلائل النبوة وابن كثير في البداية والنهاية والسيرة النبوية يصرحون بأن عمر السيدة خديجة حين توفيت كان 50 سنة. المعلومة الثانية: المعروف بين المؤرخين وذكره ابن حجر في الإصابة
أن السيدة خديجة عليها السلام توفيت في السنة العاشرة من البعثة. تعالي للمعلومة الثالثة، باتفاق المؤرخين قاطبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بعث في الأربعين من العمر. خل نجمع هاي المعلومات إلى بعضها البعض. خديجة توفيت بعد بعثة النبي بعشر سنوات، وكان عمرها 50 سنة، والنبي بعث وعمره 40 سنة، يعني أن خديجة والنبي كانا ماذا؟ متساويين في العمر. وما اشتهر على الألسنة من أنها كانت بنت 40 سنة لم يصح. فإن الحرة العفيفة ترد زعماء مشحونين بالمال لا بالأخلاق في مقابل فقير مملوء بالأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة. ومن هنا نعلم أنها امرأة كانت تبحث عن تكامل نفسها مع قناعاتها وأهدافها في أن تستقر في درب الاستقامة دوما. الله تعالى من عليهم ببعض الأطفال. خديجة سلام الله عليها ولدت له القاسم، مات 4 سنوات عمره، وولدت له عبد الله، هذا مات رضيع. وعند من البنات اللي شيء المتفق عليه الزهراء سلام الله عليها، وأكو كلام في 3 بعد، فالبعض يعتبروهن بنات لرسول الله وماتن كلهن في حياة النبي. بعض الآخر يقولون لا، ذن البنات 3 بنات أختها هالة، فما تزوجها وما عندها شيء، ما عندها أموال، ما عندها شيء تصرف عليهم، ضمتهم إلى بيتها. إنها أول امرأة أظهرت إسلامها وإيمانها برسالة النبي صلى الله عليه وآله، وذلك بعد يوم من بعثة النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله بعث في 27 من شهر رجب، في 28 من شهر رجب عرض النبي صلى الله عليه وآله رسالته على السيدة خديجة من دون أي تأمل. أظهرت إيمانها وبايعة النبي صلى الله عليه وآله. جعفر الباقر عليه السلام قال: حدث أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن جبرائيل عليه السلام قال لي ليلة أسري بي حين رجعت وقلت: يا جبرائيل هل لك من حاجة؟ فقال: حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام. وحدثنا عند ذلك أنها قالت حين لقيها النبي صلى الله عليه وآله فقال لها الذي قال جبرائيل، فقالت: إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام. الهداية العظمى للمليارات من البشر فضلها تعود لمن؟ طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، تعود لشخصين، شخصين اثنين فقط: علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وخديجة سلام الله عليها. الروايات تقول: لولا سيف علي ومال خديجة لما قام الإسلام. خديجة بمالها صنعت عملا أثره باقي منذ زمان رسول الله وإلى يوم.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله حريصا على تبيان فضائلها وأنها أوجه نسائه وأكرمهن عليه حية وميتة، وذكر النبي صلى الله عليه وآله خديجة يوما وهو عند نسائه فبكى، فقالت عائشة: ما يبكيك على عجوز حمراء من عجائز بني أسد؟ فقال: صدقتني إذ كذبتم، وآمنت بي إذ كفرتم، وولدت لي إذ عقمتم. قالت عائشة: فما زلت أتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذكرها. This lady is so great in nobility that the Holy Prophet صلى الله عليه وآله وسلم says, كمل من الرجال كثير ومن النساء أربع. One of them is Asiya bint Mazahim, the wife of the Pharaoh. The second is Maryam ibnat Imran, the mother of Isa عليه السلام. The third is Khadija bint Khuwaylid, and the fourth of فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل وفاتها نادت ابنتها الزهراء عليها السلام وقالت لها: بنية، أبلغي أباك مني السلام وقولي له بأن أمي راحلة، فليغطيني أو ليكفني بردائه. وبالفعل جاءت الزهراء عليها السلام إلى أبيها رسول الله تبكي، وأخبرته بأن أمها سترحل، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء إلى خديجة عليها السلام فرآها تحتضر، فجلس عندها ومسح على رأسها ولقنها الشهادتين حتى استشهدت في سبيل الله وفي إعلاء كلمة الله وفي سبيل حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى استشهدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بجبرائيل عليه السلام ينزل ويقول: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: إن كفن خديجة علينا. فأعطاه كفنا لها من الجنة، فكفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الكفن، ووفدت على ربها راضية مرضية لتستقر في رضا الله عز وجل. غابت خديجة وغبت عن روحي وتعذبت، ومفارق عظم روح ومفارق عظم روح، وياي عاشت عمر بين الحزن والصبر، بين الدمع والنوح، بين الدمع والنوح.